دكتوره جوان زنكنان. انا دكتوره ريحان ماهر اسماعيل. دكتور نصر الدين محمد. روزالين ممدوح. دكتوره دريم فضل ابراهيم. دكتوره اسيله رمح. انا دكتوره منى جبار عبد الرزاق. انا دكتوره فينوس ابو بكر محمد. انا دكتوره لودميلا زساد. مي دكتوره امنيه عمرو. دكتوره هبه سعد الدين. دكتوره ايمان موسى. من اقليم كردستان دولة العراق. السودان. مقيمة في ليبيا. هي من الأردن. من كردستان العراق. تغلب الأردن. من العراق. أنا أعمل حاليا أستاذ مساعد في جامعة هولير الطبية وعندي ماجستير في الطب النسائي والتوليد. أخصائي نساء وتوليد. أخصائي نساء. أخصائية طب أسرة. أخصائي نسائية والتوليد. أخصائي نسائية وتوليد. أخصائية نساء وتوليد. استشاري النساء والتوليد. أخصائية نساء وتوليد من مستشفى العظام الناصر. موضوع الطب التجميل النسائي. درست الأثيتيك جاينيكولوجي دبلوما. الدبلومة بتاعت الأثيتيك جاينيكولوجي. الأثيتيك جاينا دبلوما. شاركت بدبلومات الأثيتيك جاينيكولوجي. American Association Anesthetic Gynecology. وأخذت كورس مع الأمريكان أسوشيشن. استفدنا جدا من الأثيتيك جاينيكولوجي بما إنه برانش يعتبر جديد واستمتعت جدا الصراحة. فعلا استفدنا منها حاجات كتير خالص. It was very useful. سعيدة إن أنا شاركت في الكورس واستفدت منه كتير. كتير انبسطت إني شاركت بهاي الدورة وكتير استفدت. التجربة كانت جدا رائعة. استفدنا هواية. الكورس كان very informative. صراحة استفدت كتير. استمتعنا جدا بالكورس. واستفدت كثيرا من الناحية النظرية والعملية لتطوير مهاراتي بطب التجميل النسائي. ساينس جديد وبراكتس لطيف جدا وكل الليكتشرز كانوا مفيدين جدا بالنسبه لي، كل الوركشوبس كانت عمليه جدا وكانت مفيده جدا جدا. ساعدونا ان احنا نفهم الابديتس بتاعت الاثيتيك جاينا والبرنسبلز ايفن بتاعتها. ادانا فيو على الجانب الاستاتيك اللي هو كان مخفي شويه في الدراسه، ما كانش واضح بالنسبه لنا. تعلمنا بيها هواي اشياء. كان كورس ممتاز وبكل النواحي. معروض كتير حلو بالطريقه مرتبه وان شاء الله في معلومات جديده ومفيده جدا وفي حاجات اول مره نسمعها طبعا. والهاندز اون كان برضو لطيف جدا على كذا بيشنت. عملي والنظري كانت هاندز اون. طب السوشيالتي جميله، غطوا لنا الجانب العملي بشكل حلو. الهاندز اون ايفن كانت يعني worth it. This diploma ان احنا ناخدها الهاندز اون كانت فعلا مفيده، خصوصا الحقن والاجهزه الجديده والابديت، لان ده هتضيف للتخصص النساء اضافه حلوه خالص من ناحيه التجميل. وكانوا الاساتذه يعني ممتازين. الانستراكتورز كانوا very helpful وكانوا up to date. بشكر اطباء اللي اعطونا كور، فكان بنفت رهيب ليا وكمان كانوا professional. احنا استفدنا جدا في الدبلومه وفي الكورسز من الدكاتره، كل الداتا اللي احنا محتاجينها في المجال فتحوا لنا المجال قدامنا، وان شاء الله انا بكمل بقيه الدبلومات. وانا بشجع اي حد انه ياخدها. ان شاء الله من نجاح لنجاح، واتمنى اكون معاكم مره ثانيه. وراح اكون كثير مبسوطه اني اشارك الدوره الجايه. وان شاء الله نشارك بالدورات القادمه. ويا ريت يدونا كورسات تطوير اكثر حتى نستفاد اكثر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله مستقبلا كمان ناخذ الكورسز مع الامريكان اسوشيشن تو امبروف ماي سكيلز ماي جاينيكولوجيكال سكيلز. ارشح اي حد عايز يدخل المجال ده الاستيك وياخد عنه معلومات يجي على طول ما يترددش في الامريكان اسوشيشن، واقول لكل الناس اللي محتاجين اي معلومات يشوفوا السايت ويتابعوا وهيلاقوا كل اللي هم محتاجينه والمعلومات اللي هم محتاجينها.